أشاد الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بنتائج التصويت المهم الذي تم إجراؤه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الطلب الفلسطيني لعضوية الأمم المتحدة. جدد بوريل التزام الاتحاد الأوروبي طويل الأمد بالتوصل إلى الحل العادل والشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين مع وجود دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. In spite of these warnings and these requests, the attack started yesterday.